إذا انتهى من البول والغائط ماذا يصنع؟ يجب أن يطهر هذا المكان. إما بالماء أو ما يقوم مقام الماء الحجارة المناديل القماش أوراق الشجر مثلا. استعمال الماء واضح. أما استعمال المناديل أو الحجارة يشترط لها شروطا. أن تكون المناديل أو الحجارة طاهرة لا نجسة. وألا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يأخذ أوراق العلم أو المصحف ويطهر بها المكان. ولا تكون طعاما لا للإنس ولا للجن ولا لدواب الإنس ولا لدواب الجن. ما يمكن أن استعمل الخبز مثلا. نعم. لا يستخدم العظم. العظم لأن العظم طعام للجن. ولا يستعمل طعام مثلا الأبقار. Then okoyene kitiyo kichemba kaka chemba gine chemba dhok di madhok chama kaka lungu okoyene tiyo kum. Aqal shay labud an yastamil thalathat ahjar au thalathat manadil. Then oyene hidu animo ditigi aila kiti adek kata tissue adek. Yani الآن لو كان لديه مثلا نريد نعتبر ان هذا حجر. Kapo nono ni tiyo kichidi. فإذا مسح من هنا لا يستطيع يمسح مرة أخرى من هنا، لأن هذا المحل إذا مسح منه مرة أصبح نجس الآن. يأخذ حجر آخر أو يمسح من مكان آخر. فإذا رجع الحجر أو المنديل ليس فيه أثر بول ولا غائط، معناه هذا أننا تيقنا من الطهارة والنظافة. Kaponi tiyo gikidi, kati tiyo gitishu, ma okeneno athari mora mora mar gini golocha, manjisu nisebile malera. Iza raja alhajar au almendil, fih athar bawl au alghaat, hala ma'na anu labud yazid, hatta yathura almakan. Kaponi tiyo gitishu, kakomoni tiyo gikidi, ki yueri, lakidi yuru ukantire ngiyangia moko maguwen, then niso nipodelel churani takitake tim kendo. إذا أقل شيء عندنا ثلاثة مناديل أو ثلاثة حجارة. حتى لو حصلت النظافة بأقل من ثلاثة أحجار وثلاثة مناديل لا يمكن أن يقتصر على أقل من ثلاث. يعني كتبنا إلى ما شلون هذاك تكلكنا في شو كمود يوردي ديك. نعم يزيد يزيد حتى يرجع الحجر والمنديل جافا ليس فيه أثر بول ولا غائط.